حملتك بقلبي وروحي وسافرت فيكي 20 ساعة لأبعدك عن كل شي مشوه بهالعالم، كل حلمي إني أوصلك على هالأرض البعيدة وأزرعك فيها. الوطن الحقيقي هو اللي بيدافع عنك وبيحميكي. ما تخافي، ما تخافي من الغربة، ما في شيء اسمه غربة، الكون كله ملكك حبيبتي. بكرة رح تروحي المدرسة مع بقية الولاد، ما رح تخافي من صوت الرصاص ولا أنابل، رح تلعبي ترسمي صور شمس، أولاد بيلعبوا وجناين حلوة بكل مكان، رح تلاقي حليب تشربيه وغطا دافي يدفيكي بالشتا. أمل حبيبتي، لا تعشقي رجال بيحكي عن حاله أكتر ما بيحكي عنك. لا تعشقي رجال عشان حلو ولا معه فلوس، عشقي بيطلع بعيونك مش بجسمك، بحر من جوا مش من برا، بيناقشك مش بيجادلك، ابتسامتك رح تكون باب وهتفتح لك كل الأبواب. تعرف ليه سميتك أمل؟ تعرفي ليه سميتك أمل؟ لأنه من دون أمل، لأنه من دون أمل دون أمل ما في حياة. طول عمري بقول لك هون شنطة سفرك، هون وبس. وقت اللي منضطر يا ماما نترك بيتنا ما عنا وقت نضب فيه شناتي، هذه هي شنطتك بكل إشي وأهم إشي فيها. هون ذكرياتك، كتبك، حتى عيلتك كلها هون. أنا وعدتك، وعدتك بمستقبل غصب عن اللي بده واللي ما بده، صح؟ وعدتك بحلم رح أحقق لك إياه، بس أنت كمان وعدتني، وعدتني انك تسمع كلامي وفهمتك انه اللي ما بيوفي بوعده بتحول لكل اشي بشع بهالدنيا. ماما مش قلتلك ما تترك ايدي لو الدنيا كلها بتشدك؟ مش قلتلك ما تبعد عني لو بينه وبيننا جسور؟ مش زعلانة منك يا ماما، والله يا حبيبي عمري ما زعلت منك. تعرف ماما مش مهم، طول ما أنا وإنت مع بعض ولا إشي مهم، رح تضل هسا مسائفنا الأرض الحافنة، وحضني رح يضل غطاك. ليش ما سمعت الكلام يا ماما؟ آه؟
ليش غفلتني وأنا نايمة؟ يا حبيبي والله بعرفك بتحب البحر والسمك، بس يا ماما، يا حبيبي يا عمري، أنت ما بتعرف تسبح؟ والله ما بتعرف تسبح يا ماما. هذه آخر مرة، آخر مرة ماما، مفهوم؟ ما رح تعيدها مرة تانية، سمعت؟ رح تسمع الكلام، آخر مرة ماما، آخر مرة. ما بدك ترجع تعمل هيك مرة تانية. It is a human catastrophe, that of which mankind can't describe, and all the medicine in the world could not remedy. There is a great risk immigrants must take to escape war, destruction, and death to reach our shores safely. Today, we received new cases of victims in our boats of death that were carrying many refugees. There were two women. One of them delivered a child on the boat, and the child did not survive. They could not bury the child, so they had to cast the body to sea. The other woman lost her 11-year-old son. He had fallen into the water and was unable to swim and drown. Unfortunately, both women are in denial and severe shock. Our country is very generous in hosting refugees and provides them everything they need. But why don't we offer them a chance to come here safely, rather than have them take the risk with their children for the sake of freedom and a better life?